أهلا وسهلا متابعي قناة سيف وولف. السلام عليكم جميعا، أتمنى أن تكونوا بخير وصحة جيدة. سنستعرض اليوم من خلال هذا الفيديو عدد من الاكتشافات والأشياء المذهلة التي تم العثور عليها في البلاد التونسية. وقبل ذلك أرجو منكم جميعا دعم الفيديو بلايك، ودعونا نبدأ. أولا، العثور على قطعة أثرية عمرها 1800 عام في ولاية المنستير سنة 2020. هذه القطعة الأثرية التي وجدت في ولاية المنستير نحتت عليها نقوش لاتينية كبيرة الحجم، وهي تعود إلى الفترة الرومانية. ثانيا، العثور على موقع روماني قديم في ولاية الكاف سنة 2021. هذا الموقع يحتوي على مجموعة من الآثار التاريخية ذات القيمة العالية، والتي تشير إلى وجود سكان في هذه المنطقة منذ زمن الإمبراطورية الرومانية. ثالثا، العثور على آثار الإنسان المنتمي للحضارة العاتيرية، والذي عاش قبل ما يزيد عن 100,000 عام بالبلاد التونسية، وذلك بعد القيام بحفريات في منطقة نفطة التابعة لولاية توزر في الجنوب التونسي. رابعا، اكتشاف موقع أثري في جبل عمار بوادي الليل من ولاية منوبة سنة 2021. وفقا للمعهد الوطني للتراث، فإن تاريخ هذا الموقع الأثري يعود إلى العصور الوسطى. خامسا، اكتشاف موقع أثري يسمى كداس أرماد في معتمدية فوسانة التابعة لولاية القصرين سنة 2021، ويعود تاريخ هذا الموقع إلى فترة الحضارة القبسية، وعمره يفوق 6,000 عام. سادسا، اكتشاف موقع تاريخي يعود إلى 8,000 سنة في مدينة رمادة التابعة لولاية طاطاوين في أقصى الجنوب التونسي، ويعود تاريخ هذا الموقع إلى العصر الحجري. سابعا، اكتشاف عدد من المواقع الأثرية المغمورة بالمياه، وهي ذات صبغة تاريخية وأثرية في غاية الأهمية، وتم العثور عليها في ضواحي تونس سنة 2020. ثامنا، اكتشاف جزء جديد من الموقع الأثري كاستيليا في منطقة دقاش التابعة لولاية توزر سنة 2019، وهي تعود إلى العهد الروماني. هذه هي تقريبا أهم الاكتشافات والأشياء التي وقع العثور عليها في تونس مؤخرا. وللإشارة، هناك فيديو سابق قمت بإعداده قبل سنوات فيه عدد من الاكتشافات الأخرى والتي لم أذكرها في هذا الفيديو تجنبا للتكرار. ستجدون رابط الفيديو في الوصف أسفل الفيديو. في النهاية، أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم الفيديو. الرجاء الاشتراك بالقناة. شكرا جزيلا للجميع، ودمتم في رعاية وحفظ من الله.